احنا دائما بنقول انه المرأة السودانية هي موجودة في كل المحافل الإنسانية، هي قادرة على العطاء، وخصوصا الأمهات الموجودات في كل أصقاع السودان، القابضات على الجمر. هذه هي المشاهد الدرامية تؤكد وتعزز ذلك. الرجال دل حدهم لمتان يا اختي يسلو في حقوقنا كدي؟ لازم تعود للمرأة كينونتها، لازم نجيب لها حقوقها كلها، لازم بكرة تجيني الساعة 3. ليه يا اختي؟ المدير راجل، سيد التاكسي راجل، السواق راجل، كل رجال رجال يوم بدأ لمتان نحن في الكسرة والملاح. بس لا يا اختي، لازم ترجع لنا حقوقنا كاملة، ما ناقصة منها ولا حتة. شوفي الاجتماع الساعة 3، يعني الساعة 3 تتأخري ثانية شفتي بيكون عندي حساب تاني. ودحتك الله يا اختي. ما تنسي يا اختي الاجتماع بكره الساعة 3، اوعي تنسي. لازم نعيد المرأة كينونتها، لازم نرجع لها حقوقها كاملة. قال الرجال قال. ودحتك الله. امشي سوي لي الشاي امشي. شنو؟ ايش عن قرتك؟ اسوي لك انا الشاي؟ جايب سكر ولا جايب لبن ولا جايب سكر ولا مالي غازو؟ لا سوي لي الشاي يا مره. بطل العوار اللي بيسوي فيها دي والكلام الكثير اللي بيسوي فيه ده، وامشي سوي لي الشاي. ما بسوي لك شاي. هسوي الشاي. قلت لك ما بسوي الشاي. يا مره ما تختصري وانا على الشيطان. وامشي سوي لي الشاي. ما بسوي الشاي. يا يابا انت من الرجال اللي بيجيب ولا من الرجال اللي بيشتغلوا ولا من الرجال؟ اسوي لك شاي ليه؟ بتسوي؟ ما بسوي. بتسوي؟ ما بسوي الشاي. بتسوي؟ قلت لك ما بسوي. يا مرة علي بالطلاق بالثلاثة تسوي. بس كجنت مساختك، داير سادة ولا لبن؟ شكرا على هذا الجمال، وشكرا على هذه المشاهد الدرامية اللي دائما بتعبر عن حياتنا كسودانيين في بيوتاتنا المختلفة. المرأة مهما كانت هي في النهاية بتقدر الرجل السوداني بصورة جميلة وصورة عظيمة، وكل رجل عظيم وراه امرأة.